مين؟ كاتيا، أنا محمد. مرحبا. أهلين. ألف حجة حكيت له للحراس، بعدين مدري كيف اقتنعوا وفوتوني. كنت قاعد بالبيت وحضرت بعض الشغلات لآكلها، خطرتي على بالي، قلت لحالي يا ترى بحاجة لشي؟ تسلم. فجبت كم شغلة مشان ناكل مع بعض. بس أنا أكلت. ويكون منحطهم بالبراد. من البداية قلت لك ما رح بزعجك، بس وجودك هو لوحدك عم يزعجني كمان. أها، وهذا لإلك. شو هذا؟ خليهن معي. لا ما في داعي بنوب، أنا معي مصاري. كاتيا، حتى ولو كان على الورق أنا بكون جوزك، هيك عنا ما منحب نغدر مرة. إذا حابب تساعدني بتلاقي لي شغل، بس شغل نظيف وما يكون قريب من حلمي أونال. تمام، منشف لك. عرفت إنه ما عندك مفتاح فجبت لك واحد. الشرب ما حلو بكاسات البلاستيك، مشان هيك في كاسات. رح شف لك شغل مثل ما بدك. الحقيقة وأنا كمان لازم أبعد عن الجو اللي أنا فيه. فكرك أنا كتير مبسوط مع حلمي أونال. بس هيك مبين عليك. مضطر أظهر هيك، بس أنا ما بوثق فيه بالمرة، لأنه بس ينتهي شغله من حدا بيقلب 180 درجة، بيستغل وبيرمي للواحد. كيف رموك اللي كنتي عندهم بكرة هيك بيرميني. كاتيا، اسلموا. بس انت بإيدك ورقة مهمة، وممكن تحصلي من وراها مبالغ منيحة من فيروز خانم حسب المعلومات اللي بتعرفيها. عم بحكي جد، ليكي ما بتضطري تشتغلي هون، بتروحي بتضمي لابنك مثل ما بدك، وخليهن هن يقلقوا ويفكروا.